عليكم، مرحبا بكم في قناة عالم أميارة. كنتمنى تكونوا بألف خير وبصحة جيدة. وصفة اليوم عبارة على سلطة صيفية بطريقة اللي هي جديدة ومختلفة. كما كتلاحظوا مكوناتها بسيطة، ما فيهاش الخضرة، غدا نهنيكم من الصليق، كتجي رائعة وكتجي بنينة. كنتمنى تجربوها وتشاركوا في القناة. على بركة الله ندوزوا المقادير. كنحتاجوا الروز مسلوق، عندنا الذرة، عندنا ثلاثة الحبات ديال الباربة، وحدة مقطعة وجوج خليتهم صينين، عندنا مطيشة وحدة مقطعة، عندنا بصلة وحدة مقطعة، عندنا الإبزار، الملح، وعندنا المايونيز. بركة الله غادي ندوزوا الحضرو. أول حاجة كناخدو إناء غارق شوية وكنوضعوا ليه بلاستيك غذائي، وغدا ناخدو جوج حبات ديال الباربة اللي خليتهم صينين، وغدا نحكوهم في الحكاكة على الجهة الغليظة. بعد ما حكيت الباربه كنبداو نقادو فيها، ما كنخليوش الفراغات، كنقادوها وحتى من الفوق كنقادوها، ما كنخليوهاش عشوائيه. ناخذ الروز وغادي نزيدو عليه الملح والابزار، وغدا نزيدو الذرة، وغدا نخلطو الكل مزيان حتى يندمجو لينا المكونات مع بعضياتهم. المايونيز ما كنديروش دابا. غدا ناخدو نصف الكمية ديال الروز وكنوضعوها من فوق الباربة اللي حكيناها. ملي كنكملو نصف الكمية كنبداو نبسطو بيدينا. بسط الروز غدا ناخدو المايونيز وغدا نوضعوه من الفوق منه، ندهنو مزيان بالمايونيز، نوضعو مطيشة منقية ومقطعة مربعات، وغدا نوضعو الباربة مسلوقة مقطعة، وغدا نزيدو البصلة حتى هي مقطعة، وغدا نزيدو الملح والإبزار، وغدا نزيدو المايونيز، وغدا نخلطو الكل مزيان. في الأخر أنا زدت القليل من المايونيز حيت ما داك القياس اللي عملت ما قدنيش. صافي، وغادي نخلطوا الكل مزيان حتى يندمجوا لينا المكونات مع بعضياتهم. بعد ما حضرنا هاد الحشوه بارده غدا نوضعوها من فوق الروز. حنا كنوضعو غدا ناخدو نصف الكميه ونصف الاخر غدا نخليوه جانبا. من بعد كنوضعو وكنبداو نبسطو مزيان، كنثبتوها وكنزيدو من فوق منها المايونيز، وكندهنوها كامله، كندهنو داك الوجه كامل، وكنزيدو الروز المتبقي النصف اللي بقى لينا كنوضعوه من الفوق. صافي، كنبقاو نضغطو مزيان وكنزيدو من فوق منه المايونيز، وكندهنو الوجه كامل، وكنزيدو في الاخير هاد الحشوه البارده وكنثبتوها مزيان، كنضغطو عليها مزيان وكنزيدو من فوقها المايونيز. Thank you.
ناخذوا الخليط اللي حضرنا وغدا نوضعوه فوق من الروز. حنا كنوضعوا وكنبسطوا وكنزيدوا المايونيز وكندهنوه من الفوق الخليط، وكنزيدوا الروز المتبقي لنصف الكميه كنوضعوها فوق من الخليط، وكنزيدوا المايونيز وكنبداو ندهنوه صافي، وكنزيدوا الطبق الاخير هاد الخلطه ديال مطيشه والبصله والباربه صافي، وكنبداو نبسطو مزيان وكنزيدوا من الفوق المايونيز. ناخذ الصحن، انا وضعت فيه الخس، الخس راه درته في الماء والخل، خليته حتى ترطب مزيان، هبط منه داك التراب وديك الحشرات الصغيورين اللي ما كيبانوش، عاود غسلته بالماء وخليته تسقطر مزيان، عاد نشفته بمنديل. غادي نوضعوا فيه السلطه، راه دغيا كتهبط لينا هذاك البلاستيك غذائي كيساعدنا دغيا كتهبط، ما كتلصقش كاع نهائيا. ندوزو للتزيين، غادي ناخذو الخيار وغدا نقطعوه دوائر كما كتلاحظوا، وبديت كنستفو بهالطريقه هذه، الطريقه اللي هي سهله والتزيين دائما لكم الاختيار. غدا ناخذو خيزو محكوك وغدا نوضعوه، غدا نوضعوه بهالطريقه هذه صافي، غدا نبقى مستمره حتى كنكمل. كما كملت الزين بقات لنا المرحله الاخيره، غادي ناخذ المايونيز وغادي نوضعو بطريقه عشوائيه بهالطريقه هذه، ونتلاقاو نوريكم الشكل النهائي ديالها. هذا هو الشكل النهائي ديال السلطه الصيفيه، كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم بطريقه اللي هي جد سهله وبسيطه ومقادير في متناول الجميع. كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها، صراحه السلطات هما اللي كيتناولوا في هذا موسم الصيف كيجيو رائعين. ما تنساوش تشاركوا في القناه وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم ما هو جديد، وتبارطاجيو لا فيديو مع اصحابكم وحبابكم. مع السلامه، فيديو جديد وفكره جديده ان شاء الله.